السلام عليكم ورحمة الله، الله يسعد اوقاتكم، ان شاء الله تكونوا جميعا بخير. طبعا مثل ما تعودنا حبايبنا انه اي شيء جديد رح ينزل عن الجيم رح نشرح لكم عنه باسرع وقت ممكن. بعتذر عن التأخير حبايبنا، بس الابديت جديد ومنزل قصص كتير جديدة، جربت قد ما في اجمع معلومات لحتى افيدكم فيها، فاخذتني شوية وقت. بتمنى منك سماع الفيديو للاخير لحتى تستفيد قدر الامكان من المعلومات اللي رح اعطيك اياها. طبعا بالبداية مثل ما انكم شايفين القوائم كلها تغيرت والاعدادات كلها تغير محلها وصارت اجمل وارتب، ومثل ما انكم شايفين هون قائمة الخرائط صارت اجمل وارتب، وطبعا ضافوا لنا المود الجديد، المود الاسطوري اللي اسمه الاصابة بالعدوى، مود كتير حلو وكتير بيسلي. رح اشرح لكم هيدا المود بس لنخلص شوية معلومات رح فيدكم فيها قبل ما نفوت بموضوع المود الجديد. بالبداية حبايبنا ضافوا لنا القاب جديدة رح نفوت عليها بقسم المهام، الانجازات، ضافوا اللقب الجديد يلي اسمه المصير المميز. مثل ما انكم شايفين بنفوت عليها، المطلوب منك انه تجمع 6000 من نقاط الانجازات رح تحصل على هيدا التايتل، وبنفس الوقت رح يعطوك بدلة مثل ما انكم شايفين اسمها الصياد الشريرة، والله شكلها حلوة. فمثل ما انكم شايفين رح تربح 6000 من نقاط الانجازات وبتحصل على التايتل وبنفس الوقت البدلة. ومثل ما انكم شايفين هذا اللقب الجديد كمان اللي اسمه المغوار، المطلوب منك اتقان الهجوم، اتقان الاس ام جي، اتقان الاشتباك اليدوي، اتقان البندقية، مهارة القناص، خبير المسدس. اذا خلصت هول الستة من الانجازات رح يعطوك هذا التايتل يلي هو اسمه المغوار. ما رح اشرح عنه بالوقت الحالي، اذا حبيتوا اشرح عنه اتركوا لي بالتعليقات لحتى اعمل حلقة مخصصة لشرح حول القصص. طبعا هون خلصنا من موضوع الالقاب، رح نفوت على موضوع البدله يلي الكل كان عم يسال عنها كيف اللي ممكن تحصل عليها. مثل ما نكون شايفين هاي هي البدله، للصراحه كتير حلوه وكتير مهضومه. المطلوب منكم تسجلوا الدخول لمده 60 يوم رح تحصلوا على هذه البدله. كيف يعني؟ انه انت كل يوم بس تفوت على الجيم على الاقل وتطلع منها رح يتسجل لك انه انت دخلت على الجيم لمده 60 يوم رح يعطوكم اياها. وعندك هيدي البدلة كمان كتير حلوة وكتير مهضومة، المطلوب منك انه تكمل 1000 من المباريات في الوضع الكلاسيكي رح تحصل على هيدي البدلة. يعني بعتقد هيدا الشيء بده بس وقت بالنسبة للبدلة التانية، وهيدي البدلة اللي فرجيتكن عليها هي قصة وقت بس وبتحصلوا عليها مجانا. حبايبنا بالوقت الحالي هول اللي شفتن انا، اي شيء جديد ان شاء الله رح فيدكم فيه باسرع وقت. هلا خلونا نبلش بمود الزومبي لحتى نشرح شوي صغيرة عنه. في ناس قالت انه هو معقد، للحقيقة لا منه معقد ابدا وكتير حلو وكتير مهضوم. خلونا نبلش فيه. مثل ما انكم شايفين حبايبنا هي عبارة عن 3 جولات، كل دق رح تلعبه هو عبارة عن 3 جولات، والمود بينقسم لمرحلتين، يعني مود المدافعين ومود الزومبي. هلا الهدف منه انت تجمع نقاط وبنفس الوقت تضلك صامد لاخر الجيم، انا هيدا اللي فهمته الحقيقة. طبعا راوند 1 مثل ما انكم شايفين المفروض انه انت تصمد لمدة 3 دقائق و20 ثانية، ومعك 12 لاعب، المفروض انتوا ال 12 تدافعوا عن حالكم قد ما فيكم. اوكي ليخلص التوقيت 10 ثواني، 9 ثواني، للصراحة مود مليان حماس. بلشت انا زومبي. مثل ما انكم شايفين في 9 لعيبة ونحن 3، المفروض هلا نحن نحولهم لزومبي مثلنا. وفي تحت نقط مثل ما انكم شايفين اذا عم تنتبهوا، انا قتلت 2، اذا قتلت الثالث شو ممكن يصير؟ قتلوني. اوكي لك هيدا وين مخبى؟ يلا اوه لك كيف صرت؟ مثل ما قلت لكم على النقطة الثالثة رح تصير بهيدا الشكل زومبي كبير. هلا في نقطة بدكم تنتبهوا لها، إذا انتبهتوا بس صاروا، إذا انتبهتوا بس صاروا 3 لعيبة تحولوا لسيوف، يعني ما رح يتحولوا لسيوف لحتى يصيروا 3 لعيبة. نحن 8 زومبي المفروض نقتلهم، رح نجرب نقتلهم قبل ما يخلص التوقيت.
كله عم يخبط ببعضه. هلا هيك نحن ربحنا مثل ما كنتم شايفين، حصلنا النقط، نحن ربحنا بأول جولة. هلا الجولة الثانية رح تبلش، إن شاء الله أكون مدافع ما أكون زومبي، خلونا نجرب أكون مدافع. نحن هلا 9 لعيبة. اوكي نحن 6 لعيبة وفي 3 زومبي، رح نجرب نقتلهم لأنه هلا رح يصيبونا بالعدوى. المفروض نحن نقتلهم ما نخليهم يعدونا لحتى نضل بتيم المدافعين. اوكي حلو، في 4 زومبي هلا ونحن 5. لهلا كتيم مدافعين نحن متفوقين. اوكي صرنا 4 وهن 5. مثل ما انتبهتوا بقينا 3 لعيبة وتحولنا لسيوف مثل ما حكينا بأول مرة، بس نصير 3 لعيبة نتحول لسيوف. هلا المفروض انه نقضي على الزومبي. بيت لحالي. يا لطيف هجموا قتلوني. هلا بالجولة الثانية ربحوا الزومبي، وهيدي الجولة الثالثة واللي هي الأخيرة. هلا بهيدي الجولة اللي بيموت خلص بيطلع برا الجيم. رح نجرب نكون نحن المدافعين، وإذا حدا عداني راح جرب انه ما اموت. حولني لزومبي. هلا المطلوب مني انا نقضي على المدافعين.
ضل اخر واحد. يا لطيف قتلني. اوكي انا كبوني برا خلص. هلا اللي بهيدي الجولة اللي بيموت خلص بيطلع برا، بيبطل عايش يعني. اول جولة او تاني جولة بيضل عايش، بالتالتة خلص بيطلع برا. طلعت انا الاول، ومثل ما انكم شايفين حبايبنا الصراحة مود كتير مشوق وكتير حلو، وبتمنى تكون وصلت الفكرة مظبوطة. ما بدك ابدا تعقيد، مرة انت بتكون زومبي مرة بتكون مدافع، وان شاء الله تكون فتكم بكامل المعلومات. واي شيء جديد راح اكتشفه بهذا التحديث راح اخبركم عنه دغري. وهيك يكون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبك الفيديو ما تنسى الضغط على زر اللايك واشتراك اذا كنت شخص جديد معنا، يا ميت اهلا وسهلا فيك، وتفعيل زر الجرس ليوصلك كل شيء جديد. كان معكم محمد عيسى، والسلام عليكم ورحمة الله.